الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الموضوع الذي نتدارسه فيما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو موقف شيخ الإسلام من البدع والمبتدع. فقد كان لشيخ الإسلام صولات وجولات داخل الفرق الإسلامية نفسها المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى امتاز بميزة رائعة جدا، ونحن في أمس الحاجة إليه في هذا الزمان، أن شيخ الإسلام لم يقتصر كلامه على تفنيد البدع واحدة واحدة وبيان انحرافاتها وضلالتها، وإنما هو من جهة أخرى وضع ضوابط للتعامل مع من يقع في البدعة أو من يتبنى البدعة. فبينما هو يرى أن نقد مقالات المبتدعة ونقد مسالكهم والرد عليهم وكشف باطلهم والتحذير من زيفهم هو وظيفة مهمة جدا لأهل العلم والإيمان، لا يجوز بحال التساهل فيها أو التقصير في أدائها، لأن بها تتم حماية الدين وتنقيته من شوائب الباطل. ومع ذلك شيخ الإسلام لا يجادل ولا يحكم على كل من صدرت منه البدعة بأنه مبتدع، ولا يرتب على ذلك أحكاما إلا بشروط وبضوابط. فحديثنا الآن حول هذه الضوابط التي وضعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التعامل مع أهل البدع وضوابط هذا التبديع. فيقول شيخ الإسلام ويضع ضابط والميزان، يقول: والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. يعني الذي يحكم على الآخرين بجهل أو بظلم فهذه سيمة أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فأهم خصائص منهجهم أنهم يتكلمون في الناس بعدل وبعلم، لابد أن يكون بعلم، عن علم وبصيرة، ثم ثانيا بعدل وإنصاف أداء لمبدأ حماية اللسان من ظلم الآخرين أو عدم إنصافهم. فشيخ الإسلام لا يرى المداهنة مع أهل البدع ولا التسامح معهم أو التقصير في فضح باطلهم، لكن في فرق بين توضيح البدعة وبين الحكم على من قامت به البدعة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. ويلخص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة مبدأ كليا جامعا، فيقول رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات. الضوابط، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. سوف نستعرض هذا البحث ونلخصه بقدر المستطاع من كتاب أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور أحمد ابن عبد العزيز الحليبي الأستاذ بكلية الشريعة بالأحساء. يبدأ أولا ببيان مفهوم السنة والبدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام يرى أن السنة من الفعل هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كل شيء قام عليه دليل شرعي أنه طاعة لله ورسوله فهو سنة، سواء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل على زمانه، أم لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو وجود المانع منه. وهذا معنى في غاية الدقة، يعني من يتذكر محاضرات قديمة أعطيناها في تقسيم البدعة إلى بدعة فعلية وتركية، وفي سنة فعلية وسنة تركية، تكلمنا عن هذا بالتفصيل.
فشيخ الإسلام يقول إن السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو فعل في زمانه وأقره أو لم يفعل في زمانه، وإنما لم يمكن فعله إلا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل في زمانه إما لعدم المقتضي لفعله أو لوجود مانع من فعله. مين يجيب دليل وجود مانع؟ صلاة التراويح، امتنع عن المواظبة على صلاة التراويح في جماعة خشية أن تفرض على الأمة، فالمانع كان إيه من المداومة؟ إن الوحي ينزل. فلما ارتفع الوحي رجعنا إلى سنة الاجتماع على صلاة التراويح. لماذا؟ لأن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها كان خشية أن تفرض عليه، فرحمة بالأمة امتنع عن فعله. فلما قبض صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى زال المانع والمقتضي موجود، فبالتالي رجع المسلمين إلى الاجتماع في صلاة التراويح على إمام واحد. فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة، كما أمر بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كما جاء في الحديث حديث الإمام أحمد كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، وفي بعض الروايات لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. كذلك جمع الصحابة القرآن الكريم في المصحف، مع أن هذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك داوموا كما ذكرنا على قيام رمضان في المسجد جماعة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. إذن شيخ الإسلام في هذا التعريف قصد المعنى العام للسنة. المعنى العام للسنة هو إيه؟ الطريقة الموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل صحابته رضي الله عنهم، ولا سيما الخلفاء الراشدين. وهذا المفهوم للسنة بالمعنى العام بمعنى الطريقة المرضية استفاده شيخ الإسلام أو استقاه من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم يناقش من هم أهل السنة، فيرى شيخ الإسلام أن أهل السنة هم المتبعون لسلف الأمة الذين عاشوا في القرون الثلاثة المفضلة وحازوا كل فضيلة وثبت لهم ذلك بالضرورة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنه من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد القرن الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي حديث آخر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية مسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم، إلى آخر الحديث. فلا شك في ضوء هذا أن السلف أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنهم أولى ببيان كل مشكل، وهذا لا يدفعه إلا من كابر المعلومة بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم. وقال غيره: عليكم بآثار من سلف، فإنهم جاءوا بما يكفي ويشفي، ولم يحدث بعدهم خير كامل لم يعلموه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في السلف: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب يقال به علم أو يدرك به هوى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. يقول شيخ الإسلام: أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم
والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية. طبعا يقصد بالصوفية لأن كلام شيخ الإسلام له أحيانا بعض عبارات عن الصوفية، فنتوقف قليلا يعني عند معنى الصوفية عند شيخ الإسلام. فهو يرجح، شيخ الإسلام يرجح أن اسم الصوفية منسوب إلى لباس الصوف، وأن هذا المصطلح مصطلح حادث لم يكن يطلق على السلف الذين كانوا يسمون بأهل الدين والعلم والقراء، ويدخل فيهم العلماء والنساك. ويميز شيخ الإسلام بين فئتين من الصوفية: الأولى هم الشيوخ العارفون المستقيمون من مشائخ التصوف وغيرهم الذين يأمرون أهل القلوب أرباب الزهد والعبادة والمعرفة والمكاشفة بلزوم الكتاب والسنة، مثل الجنيد ابن محمد. دائما شيخ الإسلام يعظمه ويصفه بإيه؟ الشيخ الطريقة الجنيد ابن محمد رحمه الله، يقول ناقلا عنه: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ الكتاب ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم بعلمنا. وهذه الفئة من الصوفية اللي هم متبعون الكتاب والسنة من أهل الاستقامة، هؤلاء يعدون من أهل السنة والجماعة، فهؤلاء المقصودون بإدراجهم هنا في أهل السنة والجماعة. الفئة الثانية من الصوفية أقوام أدخلوا في طريقتهم بدعا وفسوقا وإلحادا، فهؤلاء مذمومون عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند أولياء الله المتقين، مثل من يظن أن لبعض الأولياء طريقا إلى الله بدون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. يعني يكون إنسان يجوز أن يكون هناك طريق إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مغايرا ومخالفا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكفر الأكبر. أو من يظن أن من الأولياء من يكون مثل النبي أو أفضل من النبي، وأمثال هذه المقالات التي يقولها من دخل في الصوفية من الملاحدة والضالين. يقول شيخ الإسلام: أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ومحققي أهل الكلام، فلم يحصر أهل السنة والجماعة في مدرسة معينة، لأن طريق السنة يتسع لكل من اعتصم بها واتبع آثار السلف رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام أحيانا يتساهل في إطلاق أهل السنة على بعض أهل الكلام كالأشاعرة والكرامية والسالمية، ويتكلم عنهم تعبير دقيق ويقول المنسوبين إلى أهل السنة والجماعة، ثم يقول في موضع آخر إن الأشاعرة في البلاد التي ليس فيها أهل الحديث هم أهل السنة، يعني بمعنى أن هذه مسألة نسبية، هم أهل السنة بالنسبة لمن يحيطون به، لكن مطلقا طبعا هم منحرفون عن أهل السنة والجماعة. فربما يصف أحيانا الكرامية أو الأشعرة أو السالمية بأنهم منسبون إلى أهل السنة لكونهم من أقرب الطوائف إلى أهل السنة ولموافقتهم السنة في كثير من كلامهم ولإنكارهم على أهل البدع المغلظة من الرافضة والمعتزلة. يقول شيخ الإسلام: إن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي. فهم إنما سموا بأهل السنة لهذا المعنى، امتثالا لهذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. دائما العلماء يقول أهل السنة والجماعة في مقابلة أهل البدع والافتراء، فالاجتماع نسبة إلى الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع، ويقصد به الإجماع المنضبط، وهو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وافترقت الأمة. وإنما كان السلف على السنة لأن غاية ما عندهم أن يكونوا موافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن عامة ما عندهم من العلم والإيمان استفادوه منه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط الحميد، لذلك كان الحق معهم. يقول شيخ الإسلام: لأن الحق دائما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره الصحيحة،
وأن كل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة لم يكن القول الذي انفردت به إلا خطأ، بخلاف المضاف إليه أهل السنة والحديث فإن الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معهم دائما لموافقته إياهم، ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع أمور الدين، فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه. وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله ولا يضافون إلا إليه، وهم أعلم الناس بسنته وأتبعهم لها، وأكثر سلف الأمة كذلك، ولكن التفرق والاختلاف كثير في المتأخرين. ولذلك كانت متابعة السلف شعارا يميز أهل السنة وأهل البدعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم من ذلك أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. ولما كانت الرافضة أشهر طوائف البدع، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، يعني الرافضة من أخبث الفرق على الإطلاق وأكذبها وأضلها. ولما كانت الرافضة منبع البدع والضلالات والانحرافات، والمكان الذي باضت فيه البدع وفرقت، لذلك عامة الناس لا يعرفون من شعائر البدع إلا الرفض. يعني انتحال المذهب الرافضي كأنه صار شعارا يدل على إيه؟ كأن ما فيش مبتدع غير الرافضة. ده معنى كده. حتى إن العامة، يقول شيخ الإسلام، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض. ولذلك صار السني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا، ومن هنا جاء التعبير شيعي وسني أو رافضي وسني. لماذا؟ لأن الرافضة صارت كأن دي علم على هؤلاء الغارقين في البدع والضلالات. وذلك لأنهم أكثر الطوائف مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن الكريم، وأكثر الطوائف قدحا في سلف الأمة وأئمتها. يعني إذا كانت الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة من صفاتهم كما جاء في الحديث هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فإذا كانت علامة النجاة هي اتباع الرسول عليه السلام واتباع الصحابة، فكيف بمن يلعن الصحابة؟ الرافضة يلعنون الصحابة ويكفرونهم ويسبونهم ويعتقدون أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 منهم أو 5 منهم. فلا يوجد طائفة أشد قدحا وطعنا في الفرقة الناجية والسلف الصالح أكثر من الرافضة. فهم أكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف. فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة. وهناك طوائف أقرب منهم إلى طريقة السلف، مثل متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث. فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف، بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم، لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء يعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع. وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر اتنانها وقلة اتباعها. إذن عرفنا السنة عند شيخ الإسلام ومن هم أهل السنة. فماذا عن تعريف البدعة؟ يقول شيخ الإسلام: إن البدعة هي ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع السلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، أو هي بمعنى أعم ما لم يشرعه الله من الدين. فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذلك بدعة وإن كان متأولا فيه، يعني كل ما استحدثه الناس ولم يكن له مستند ولا أصل في الشريعة. يقول شيخ الإسلام: وهي نوعان، نوع في الأقوال والاعتقادات ونوع في الأفعال والعبادات، وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني. فمثال الأول في الأقوال بدعة الأوراد المحدثة، وفي الاعتقادات بدعة الرافضة والخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية. ومثال الثاني في الأفعال لبس الصوف عبادة وعمل المولد، وفي العبادات الجهر بالنية في الصلاة والأذان في العيدين. أيضا يرى شيخ الإسلام أن البدعة تكون باطلا على قدر ما فيها من مخالفة للكتاب والسنة وابتعاد عن متابعة السلف. فالبدعة لا تكون باطلا محضا، ودي طريقة إبليس وأتباعه، أنه لو دعا الناس إلى باطل صريح ومحض لن يستجيب له أحد،
لكن لابد أن يلبس الحق بالباطل، لابد أن يلبس الحق بالباطل حتى يمكن أن يخدع بذلك الناس. يقول: فهي ليست باطلا محضا، إذ لو كانت كذلك لظهرت وبانت وما قبلت، كما أنها ليست حقا محضا لا شوب فيه، وإلا كانت موافقة للسنة التي لا تناقض حقا محضا لا باطل فيه، وإنما تشتمل على حق وباطل، وعلى هذا يكون بعضها أشد من بعض. طيب، يعني البدعة اللي هي أقرب أنواع البدعة للكلام الذي يذكر شيخ الإسلام هنا هي البدعة الإيه؟ الإضافية. البدعة الحقيقية لا تنسب إلى الشريعة بحال من الأحوال. فإذا هذه البدعة على درجات، يكون بعضها أحيانا أشد من بعض، ويكون أهلها كما يقول شيخ الإسلام على درجات: منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. وهذا التفاوت سواء في مسائل العقيدة أو مسائل العبادة، فإن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع. وما درج عليه الناس من تسمية مسائل العقيدة الخبرية بالأصول ومسائل العبادة العلمية بالفروع تسمية محدثة. وهذا من التنبيهات المهمة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، موضوع تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع، هو يرى أن هذه تسمية محدثة، لكن هو يقول إن مسائل الدين عقيدة وعبادة. الجليل مسائل كبيرة الضخمة العظيمة، الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، يبقى سواء كان في العقيدة أو في العبادة، ما دامت مسألة جليلة ولها أهميتها وعظمها فهذه تسمى أصول، حتى لو كانت في قضايا العملية وليس فقط القضايا العلمية. فالجليل في مسائل العقيدة والعبادة يعتبر إيه؟ من الأصول، والدقيق منهما يسمى مسائل فروع. إذن الدقيق حتى من قضايا العقيدة ما دام أمر دقيقا فهذا يسمى مسائل إيه؟ فروع. يقول: وهذا التفاوت يقع في مسائل العقيدة والعبادة على حد سواء، فإن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع. وما درج عليه الناس من تسمية مسائل العقيدة الخبرية بالأصول ومسائل العبادة العملية بالفروع تسمية محدثة، قسمها طائفة من الفقهاء المتكلمين. وأما جمهور الفقهاء والمحققين والصوفية فعندهم أن المسائل العملية آكد وأهم من المسائل الخبرية المتنازع فيها، لذا كثر كلامهم فيها وكرهوا الكلام في الأخرى، كما أثر ذلك عن مالك وغيره من أهل المدينة. وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا التفاوت من حيث قرب الفرق وبعدها عن الحق قائلا: وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. يؤكد شيخ الإسلام مرارا على أنه لا عاصم من الوقوع في الباطل إلا بملازمة السنة، يقول: لأن السنة مثال سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجا. لذا فإن المبتدعة لما كانوا مخالفين للسنة وقعوا في الباطل وإن كانوا متأولين، لأنهم اتبعوا الهوى وضلوا طريق السنة المنصوبة على العلم والعدل والهدى. ومن هنا سمي أصحاب البدع أصحاب الأهواء، لأنهم عذروا اتباع السنة وحي السنة إلى اتباع الهوى، فيطلق عليهم أهل الأهواء. أما أهل العلم والإيمان من السلف فإنهم تمسكوا بالسنة وكان منهجهم على النقيض من منهج المبتدعة. يقول شيخ الإسلام: فهم يجعلون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا، ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر الله له خطأه، سواء كان خطأه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية. فإنه ليس كل ما كان معلوما متيقنا لبعض الناس يجب أن يكون معلوما متيقنا لغيره، وليس كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه كل الناس ويفهمونه، بل كثير منهم لم يسمع كثيرا منه، كثير منهم قد يشتبه عليه ما أراده وإن كان كلامه في نفسه محكما مقرونا بما يبين مراده.
فإذا من لم يتبع منهج السلف فإنه يخاف على المنتسبين إلى العلم والنظر العقلي وما يتبع ذلك من الوقوع في بدع الأقوال والاعتقادات. وقد أمر المسلم أن يقول في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة كل مفتون. فطالب العلم إن لم يقترن فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة، وإلا وقع في الضلال. تبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن البدعة أشر من المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذمها في قوله: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال، وقال: وكل ضلالة في النار. وأيضا لما اعترض الرجل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يخرج من ضئضئ هذا، ضئضئ الأصل يعني، يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وهذا في بيان فضيلة قتال الخوارج. وقال في شأنهم أيضا: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. شر قتلى تحت أديم السماء خوارج، وخير قتلى من قتلوه. علق شيخ الإسلام على هذا الحديث قائلا: فهؤلاء أي الخوارج مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشريعته. ويقول ابن تيمية: وأظن أني ذكرت قول الشافعي: لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. فإذا هذه الفقرة حقيقة من كلام شيخ الإسلام مهمة للغاية، أن الانحراف في مسائل العقيدة والانحراف على منهج السنة والجماعة أخطر بكثير جدا من الوقوع في المعاصي. فبعض الناس الأفاضل يركزون جدا على الاشتغال بالعبادة والتمسك، وبلا شك هذه أمور في أقصى درجات الأهمية، لكن لا تكون على حساب البصيرة العلمية بالمنهج السلف، لأن إذا غابت هذه البصيرة ما أسهل أن يقع هؤلاء النساك ضحية لأول مبتدع يعرض عليهم بضاعته ويخدعهم عن دينهم وعن منهجهم. فإذا بجانب التنسك لابد أيضا أن تكون هناك إيه؟ بصيرة، فلا يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل. فدي بين خطورة الإحراف العقدي، لو كان فقط مقصود التنسك والتعبد فمن عبد مثلما عبد الخوارج بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، وقراءته مع قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ومع ذلك إيه قال؟ لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرتفع الأجر، يعني لا يقبل منهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم انظر إلى عقابهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، إلى آخر الأحاديث التي يعني ذكرناها. فهذا يدل على خطورة الانحراف في مسائل العقيدة بالذات، وأنها ليست كمسائل المعاصي من نواحي العملية والمخالفات. هذا شر، ولكن ذلك أشر منه، لأن البدعة لا يثاب منها والمعصية يثاب منها. الإنسان يمكن يتوب من المعصية لأنه يرى القبيحة قبيحا فيشعر بالذنب ويعاتب نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما المبتدع فإنه يزين له سوء عمله فيراه حسنا فمما يتوب. ولذلك جاء في الحديث: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالشاهد من الكلام أن هؤلاء أهل الأهواء وأهل البدع والضلالات لم يغن عنهم التعبد،
لانحرافهم في العقيدة. فبالتالي ينبغي أن يكون من الملامح المنهجية لمن أراد بالفعل أن ينتسب إلى المنهج السلفي بجانب جناح التعبد والتنسك، أيضا لابد أن يكون معه جناح الإيه؟ العلم والبصيرة بالمنهج السلفي كي لا يقع في فريسة لأهل البدع. أيضا شيخ الإسلام يبين فساد البدعة فيقول إن البدعة مفسدة للقلوب مزاحمة للسنة في إصلاح النفوس. يعني البدعة أشبه كما يقول شيخ الإسلام أشبه بالطعام الخبيث. الطعام الخبيث إذا أكله الإنسان الذي يأكل خنزير والذي يشرب الخمر أو يأكل حراما لا شك أن هذا ينطبع في أخلاقه ويرى شؤمه. فكذلك يقول شيخ الإسلام الشرائع أغذية القلوب. الشرائع الإسلامية دي غذاء الذي يتغذى القلب. الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيه فضل للسنن فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. يعني الشخص إذا اغتذى بالطعام الخبيث ملأ بطنه من الخنزير أو المال الحرام أو نحو ذلك مما حرمه الله سبحانه ملأ بطنه به، هل يبقى له بعد ذلك شهية للأكل الطيب؟ إذا رأى الإنسان اللي بيحتفل بمئة عيد في السنة، عيد الميلاد وعيد الأم وعيد الكذا وكذا شم النسيم وكل هذه الأعياد، هل يكون في قلبه إقبال وتعظيم لعيدي المسلمين الأضحى والفطر كما يكون في قلب من يمحض الاحتفال فقط بهذين اليومين؟ ده قلبه شبعان من الغذاء الخبيث من البدع، فلو تجد فرحته بالعيد الإسلامي لا تكون كالموحدين المتبعين للسنة. إنسان الذي لا يشد الرحال إلا إلى أحد المساجد الثلاثة، أو إنسان الذي لا يطوف إلا بالكعبة المشرفة فقط، هل يستوي هو ومن يذهب في كل مدينة له كعبة يطوف بها قبر الميت والأضرحة ونحو ذلك ويسووا مناسك معينة اللي يعملها اللي يروح عند البدوي بتحسب له مش عارف بعمرة أو شيء من هذا، والذبح موجود والحلق موجود تشبها بالحج والعياذ بالله. فالشاهد من الكلام يعني هل هذا توحيد يكون مثل توحيد ذاك؟ أما أن هذا التوحيد بخدوش بطعامات قاتلة، أما الثاني فتجد أن التوحيد عنده راسخا في قلبه لأنه لا يخلطه بغيره. فكذلك الإنسان إذا اغتذى بالغذاء الخبيث فيشعر بالشبع، هذا الخبيث يذهب شهيته للسنة فبالتالي لن يسوق إليها ولا يبقى فضل للإقبال على السنة، بخلاف من لا يتغذى إلا على الغذاء الطيب فحاله يعني يختلف. يقول شيخ الإسلام انظر إلى كلام شيخ الإسلام والنور الذي على كلامه، الشرائع أغذية القلوب، فمتى ارتدت القلوب بالبدع لم يبق فيه فضل للسنن. سوف تذهب شهية الإنسان إذا أكل كثير يفقد الإيه؟ الشهية، فهو إذا ملأ قلبه بغذاء البدع فلن يبقى فيه إقبال على السنن، لم يبقى فيه فضل للسنن فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. أيضا يقول شيخ الإسلام وهو يبين فساد البدع إن البدع معارضة للسنن تقود أصحابها إلى الاعتقادات الباطلة والأعمال الفاسدة والخروج عن الشريعة. يقول رحمه الله تعالى إن من أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، فإن البدع هي مبادئ الكفر ومظان الكفر، كما أن السنن المشروعة هي مظاهر الإيمان ومقوية للإيمان، فإنه أي الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كان الإيمان ينقص بالمعصية فما بالك بالبدعة التي هي شر من المعصية. وهذا ظاهر في منهج المبتدعة القائم على معارضة الكتاب والسنة لما جعلوا أقوالهم التي اتبعوها هي الأقوال المحكمة أو المحكمة التي جعلوها أصول دينهم، وجعلوا قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى، فجعل المتشابه من كلامهم هو المحكم والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه، كما يجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال التي نفوا بها صفات الله تعالى ونفوا بها رؤيته في الآخرة وعلوه على خلقه وكون القرآن كلامه ونحو ذلك، جعلوا تلك الأقوال محكمة وجعلوا قول الله ورسوله مؤولا عليها أو مردودا أو غير ملتفت إليه ولا متلقا للهدى منه. إذا نعود إلى الموضوع الأساس وهو أن شيخ الإسلام أقام، ودي من ضمن الفضائل العظمى شيخ الإسلام، شيخ الإسلام مش زي أي مصنف تاني، شيخ الإسلام نظر
وقعد المنهج السلفي، وضع له قواعد وضوابط ومنهج محدد. فدي ميزة شيخ الإسلام عمن سبقه. ولا أعدني يعني مغاليا إذا كررت العبارة التي ذكرتها من قبل، إن من يفقه دعوة شيخ الإسلام حق الفقه، مش تعصب ولا حماس ولا أي شيء من هذه الأمور، وإنما بالعقل وبالإنصاف وبالعدل وبميزان الشرع الشريف طبعا قبل كل شيء، تتحقق الكلمة التي ذكرناها من قبله، وهي كما كانت النبوة متفرقة في ذرية آدم ثم بعد ذلك في ذرية نوح عليه السلام، لكن منذ أن جاء إبراهيم عليه السلام جمعت النبوة كلها سلسلة النبوة في مين؟ في إبراهيم فقط. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، لذلك يلقب أبا الأنبياء. جميع الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم عليه السلام لابد أن يكونوا من ذريته، سواء من ذرية إسحاق أو ذرية إسماعيل التي في آخرها خاتم الأنبياء رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنفس الشيء في المنهج السلفي، صحيح منهج السلفي تفرق في القرون الأولى والقرن الثاني والثالث، وكل ما سبق قرنه كان وجد رموز وأعلام كثيرة للمنهج السلفي، لكن ظهور شيخ الإسلام في القرن السابع الهجري ما أظن أنه جاء سلفي بعد شيخ الإسلام بدون أن يمر على مدرسته، ما أعتقد أبدا. ودي شيء بالاستقراء سوف تلاحظونه، كل من أتى بعد شيخ الإسلام ممن ينسب إلى هذا المنهج لابد أن يكون انطلق من هذه الدوحة المباركة وهذا المنبع الصافي العذب لفهم السلفية. عمرنا ما سمعنا عن سلفي بعد شيخ الإسلام يعادي شيخ الإسلام أو يصفه بالبدعة أو كذا، بالعكس كله يلهج بالثناء عليه والانتفاع به، فذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فهو مجدد نحن ما نغلو فيه، ولكن هكذا فضل الله عز وجل. ما تجد مسألة من المسائل المهمة أو المنهجية إلا وتجد شيخ الإسلام أبدع في ضبطها وتقعيدها وتأصيلها بحيث لا يكاد يستغني أحد أبدا عن علمه رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام بيّن منهج السلف الذي اتبعه في هذه المسألة التي نحن نناقشها وهي الحكم على المبتدع، فقال رحمه الله: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدع، ويعدلون على من خرج عنها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويرحمون الخلق. إذن هم يعلمون ويعدلون ويرحمون، علم وعدل ورحمة، دي خصائص أهل السنة والجماعة، يتكلمون بعلم فمعهم الحق موافق للسنة والسالم من البدعة، معهم العدل حيث يعدلون مع من انحرف عن السنة إلى البدعة حتى لو ظلمهم هذا المنحرف، إلا أنهم لا يظلمونه كما بين. ثم إنهم يرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل يعاقبونهم ويبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم، ويقصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. العجيب أن شيخ الإسلام لم يقتصر على تقعيد هذا المنهج أو تأصيل هذه الضوابط كناحية نظرية، لكنه ترجم هذا المنهج بالفعل إلى عمل وإلى مواقف كما يعلم من كتابته ومن سيرته رحمه الله تعالى. فنبدأ بذكر هذه الأصول، الأصول والضوابط والقواعد التي قاعدها شيخ الإسلام للحكم والتعامل مع أهل البدع. الأصل الأول: الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. دي أول أصل نستقيه من كلام شيخ الإسلام في الحكم على المبتدع، الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد. يعني إذا كان رجلا من الصالحين المجتهدين من أهل العلم والفضل ثم وقع في بدعة ليس معاندة للسنة وإنما بسبب اجتهاد، اجتهد فأخطأ في هذه المسألة، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. متى ما كان الكلام محتملا وقابل أن يؤول على محمل حسن ومحمل آخر فنحمل كلامهم دائما على المحمل الحسن. فلا ريب أن المجتهد إذا أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد يعفى عنه خطأه ويثاب، لقول النبي
صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الحقيقة الموضوع ده بالذات موضوع ضوابط التعامل مع أهل البدع بيضبط لنا مسألة من المسائل الخطيرة التي تروج الآن على ألسنة كثير من الناس، وهي كلمة خطيرة في الحقيقة، كثرة الكلام على فهم الآخر. يقول لك فهم الآخر واستيعاب الآخر تقبل الآخر، فإذا اعتبرنا أن هذا الآخر هو المبتدع فكيف نقبل الآخر أو نفهم الآخر أو نعرف الآخر كما يقولون. خطورة هذه المصطلح أن الآن بيقال على كل بدعة، مش بدعة فقط وضلالة، حتى على الكفريات. يقول لك تقبل الآخر، تقبل يصل أحيانا معناه إلى أن يراد به الذوبان في ضلال وكفر الآخر، ومساواة الحق بالباطل حيث يكونان على قدم المساواة. ده عندهم فهم الآخر، تسامح مع الآخر. ومن قبل بينا مرارا أن منطقة التسامح ليست هي منطقة الاعتقادات أبدا، التسامح في منطقة الإيه؟ المعاملات. التسامح يعني إمتى الإنسان متسامحا أو متعصبا؟ في جانب المعاملة، في جانب المعاملة. يعني أنت متعصب إذا عاملت ذميا مثلا يهوديا أو نصرانيا ظلمته بخذته حقه إلى آخره، فما يقع في دائرة التعامل من الظلم هو ذا التعصب، والتسامح هو أن تؤدي له حقه الذي ضمنه له الشرع الشريع. أما في مجال الاعتقادات أنا أبقى متعصب لأني أعتقد أن من قال إن الله ثالث ثلاثة كافر يبقى ذا تعصب، واضح إذن ستضيع تماما معالم الحق من الباطل ويختلط المر على الناس ولا يبقى حق وباطل. فالعقيدة ليس فيها تعصب، بالعكس تتمسك بالعقيدة وتضحي في سبيلها ولا تتزحزح عنها، لأن هي عقيدة راسخة كالعقدة الوثيقة العروة الوثقة. فمش معنى أن أعتقد عقيدة أعتقد أن من قال كذا فهو كافر يبقى لي اللي خلفني يقول علي أن أنا متعصب لأني أقول هذا، لا، كانت هذه عقيدة. فحتى في القوانين الوضعية بيعتبروا حرية العقيدة حر في الاعتقاد، فما بالك بالشريعة الإلهية. طبعا على دخل في مبدأ حرية الاعتقاد عندهم، لكن أنا أقول يعني حتى هؤلاء لا يجعلون دائرة التعصب في الاعتقاد، وإنما في غالبا في جانب التعامل. يعني فنقطة فهم الآخر وتقبل الآخر إذا أريد بها إزالة الحواجز بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الكفر والإيمان، فتبا لهذا الآخر وتبا لفهمه وتقبله. وإنما صحيح الإنسان يعرف الشر ليتقيه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. دي نوع من المناعة، يعني الإنسان عنده مناعة ومعرفة بالشر ليجتنبه. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: يوشك أن ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، اختلط عليه الأمور ويقع في أمور الجاهلية دون أن يدري أنها من أفعال الجاهلية. فإذا موضوع فهم الآخر أخطر ما يكون، بالذات عند الكلام على موضوع التقريب بين الأديان. وفي النظام الجديد العولمة، وأنا ما أدري عولمة إيه دي، عولمة إيه دلوقتي، وفضل حد له حق أن يتكلم عن العولمة بعدما فضحت أمريكا وانكشفت سوءاتها وبان ضلالها المبين، وأنها رجعت تاني بنفس النمط التقليدي في الاستعمار التقليدي، القهر والفتوانة والبلطجة، أصبح يعني السماسرة تجار الشنطة الثقافية اللي بينقلون الكلام ده، خلاص أعتقد الكلام انتهى تماما. يعني لحقت أمريكا في زبالة التاريخ مع الشيوعية بتاعت الاتحاد السوفيتي ومع كل اتجاهات الباطل الآن، ما أصبح لها أي شيء تجمل به وجهها، بل انكشفت كل سوءاتها سواء فيما نرى في العراق أو ما يحدث في فلسطين وغير ذلك. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، لأن الباطل لا يمكن أن يدوم ملبسا على الناس، بل ينكشف بمنتهى الوضوح كما ترون. فاحذروا جدا في نقطة الايه؟ فهم الآخر، تقبل الآخر. لا، ممكن نفهم الآخر، لأن فهم كما يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لكن أفهم الآخر كي أطبع علاقتي أو اعتقادي في باطله، يبقى الحق والباطل يقفان على قدم المساواة، وأن أذوب في هذا الآخر وتنازل عن عقيدتي. فهذا ما أردت الإشارة إليه، أنه يكثر جدا هذا المصطلح في هذه الأيام: فهم الآخر، تقبل الآخر، إلى آخر هذا الكلام. فنعود للقاعدة الأولى والأصل الأول، وهو الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهذا متفق عليه. لذلك يعذر كثير من العلماء ومن العباد بل الأمراء
فيما أحدثوه بسبب الاجتهاد. يقول شيخ الإسلام: فإن كثيرا من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة. كنا نود يكون في مندوب من الإخوة اللي بينقلوا الشرائط من بلد لبلد وينقل الكلام ده لإخواننا في إحدى المحافظات اللي ما بيتحملوش أي خطأ لأي عالم أو داعية، وبمجرد الاصطياد خطأ واحد بيشطب عليه تماما وينكر ويصبح كل هذا الإنسان يساوي ما يرونه خطأ يعني واحدة. فهذا انحراف عن منهج السلف الحقيقة، وليس كما يدعون من الانتساب للسلف وتبرير أفعالهم وعدوانهم بمنهج السلف. يقول شيخ الإسلام: فإن كثيرا من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. وقد اعتذر شيخ الإسلام لبعض أهل الفضل والصلاح ممن شهدوا سماع الصوفية ورقصهم متأولين. يقول شيخ الإسلام: والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد، وهذا سبيل كل صالح هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم. واستند إلى قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. يعني مع أنهم ممدوحون لكن برضو قد يقعون في شيء من إيه؟ أعمال سيئة. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. كما اعتذر شيخ الإسلام لشيوخ التصوف الذين حسن ذكرهم وثبت إيمانهم. يقول رحمه الله: لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاد، وإذا كان الاجتهاد عذرا في العفو عن الخطأ البدعي فإن هذا الخطأ لا ينقص من قدر المجتهد متى كان من أهل القدم في الصلاح والتقوى، فإنه مع خطئه كما يقول شيخ الإسلام قد يكون صديقا عظيما. فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة. من يأتي بالدليل على هذه العبارة؟ ليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة. أحسنت. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه حلف على النبي عليه السلام لما قص عليه رجل رؤيا أن يؤولها، فقال له إيه؟ أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فأبو بكر الصديق بلا خلاف ومع ذلك أخطأ بعضا، فهل هذا يقدح في صديقيته؟ كلا. كما أن فعل أهل الفضل للبدعة ليس دليلا على صحتها، فإن الصحة تعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء من كان معتقدا لكراهتها، وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم، ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر فترد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إذا كان الخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد. يقول شيخ الإسلام: أما من أخطأ مخالفا الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لما يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. هذه أشياء تكون في غاية الوضوح، أمور واضحة وقطعية من القرآن أو من السنة أو من الإجماع، فبالتالي إذا خالف الإنسان فيها فإنه لا يعامل كأهل الاجتهاد المعذورين، وإنما يعامل بما يعامل به أهل البدع. أيضا من القواعد التي ذكر شيخ الإسلام أنه تحمل الأقوال المحتملة لأهل الفضل والصلاح على أحسن محمل وأسلم مقصد. فمثال ذلك ما جاء عن الجنيد رحمه الله تعالى أنه قال: التوحيد إفراد القدم من الحديث. قال شيخ الإسلام: هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدخل فيه أشياء.
وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة، وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة، وهو أن يفرض الحق سبحانه وتعالى وهو القديم بهذا كله. يبقى إيه معنى التوحيد؟ إفراد القديم من الحديث، إفراد القديم من الحديث، يعني طبعا أصح يقول الأول، أن الله سبحانه وتعالى اسمه الأول والآخر، فلا يشركه في ذلك محدث. إفراد القديم من الحديث يعني إفراد القديم بالإرادة والقصد والطلب، وأن توجه العبادات إلا إلى الله سبحانه وتعالى. من الحديث يعني المخلوق، ولا يراد بالعبادة إيه؟ مخلوق. فيقول وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة، وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة، وهو أن يفرض الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله، فلا يشركه في ذلك محدث. وتمييز الرب من المربوب في اعتقادك وعبادتك، وهذا حق صحيح، وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ومما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث وإثبات مباينته له، يعلمه ويشهد أن الخالق مباين للخلق، خلافا لما دخل في الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا، يعني اعتقاد أن الله بائن عن خلقه، أن الله منفصل عن خلقه، ليس هو في داخل هذا العالم، فهو بائن عنه لكنه بكل شيء عليم. فهذا أيضا يحمل محمل حسن لكلمة إيه؟ التوحيد إفراد القديم من الحديث. ومنه أيضا حمله قول بعض الصوفية: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن لأنظر إليك أو إجلالا كحال كثير من الصادقين والصالحين وأرباب الأحوال والمقامات، يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم، لكن ليس له عبارة تبين مراده، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده. فشيخ الإسلام بيقول ممكن تكون عبارة تصدر من بعض العباد أو الصوفية أو النساك، هو نتيجة قلة علمه باللغة وعدم إحسان العبارة، هو يريد أن يعبر عن معنى صحيح في قلبه، لكن أداة التعبير هي الإيه؟ اللغة، اللغة قوالب المعاني، فيصوغ المعنى الصحيح في قالب غير مناسب، بل ربما يكون قالب فيه سوء أدب، كقول القائل إيه؟ عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك. هو يريد أن يعبر عن معنى الحسن وهو إجلال وتعظيم الله سبحانه وتعالى، لكن العبارة فيها سوء أدب. عبدتك لا خوفا من نارك، لا يهمني نارك، لا يهمنيش نارك، ولا جنتك أنا أرغب فيها. فهذا لا شك أن هذا كلام فيه جفاء وفيه سوء أدب مع المخالفة الصارخة للشرع الشريف، لأن الله امتدح الأنبياء ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بالعكس يعبد الله حبا فيه وخوفا من ناره وطمعا في جنته كما دلت على ذلك النصوص. فقد يكون لبعض هؤلاء وجد صحيح وذوق سليم وهو صادق ويريد أن يعبر عن معنى صحيح، يقول الشيخ الإسلام لكن ليس له عبارة تبين مراده، ليس عنده القدرة اللغوية البارعة أن هو يصوغ الكلام كما يعنيه، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده، معناه هو يريد خير لكن عبر بطريقة خاطئة. وطبعا الغلط وسوء الأدب في هذا الكلام من جهة أنهم كما يقول شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، يقول من جهة أنهم جعلوا عملهم مقصودا به ما هو أعلى من الشوق إلى نعيم الجنة أو الخوف من النار، وهما جزاءان أعدهما الله تعالى للمحسن والمسيء، فكان في ذلك إسقاط لحرمة الجنة والنار ونفي لإرادة العبد وطلبه لمحبوب ونفرته من المذموم. وإن كان قصدهم رؤية الله تعالى وإجلاله صوابا، إلا أنهم وقعوا في الخطأ من جهة ذلك. إذن هذا هو الأصل الأول لشيخ الإسلام في ضوابط التعامل مع أهل البدع: الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. الأصل الثاني عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه. عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه.
نسب ابن تيمية هذا الحكم إلى السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم أنهم كانوا لا يؤثمون مجتهدا أخطأ في المسائل الأصولية والفروعية، وذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، وعلل هذا بأن أبا حنيفة والشافعي وغيرهما كانوا يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، فيهم ضلالات فظيعة في عقائدهم، لكن كان من خصائصهم أنهم كانوا إيه؟ يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. يعني إذا كان واحد من أتباع هذه الفرقة ضل، واحد من نفس الفرقة هيشهد على واحد منهم يكون هو ظالم، فيشهد بما إيه؟ يجعله مظلوما فقط لأنه من فرقته، فكانوا يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، فكانوا يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. وأنهم قالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. وبين شيخ الإسلام بطلان رأي من قال إن مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط، ومسائل الفروع هي العملية فيها ما يكفر جاحده مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش، وفي المسائل العلمية ما لا يأثم المتنازعون فيه كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه، وكتنازع في بعض النصوص هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وماذا أراد بمعناه، وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا، وكتنازعهم في بعض معاني القرآن والسنة هل أراد الله ورسوله كذا وكذا، وكتنازع الناس في دقيق الكلام كمسألة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام وبقاء الأعراض ونحو ذلك، فليس في هذا تكفير ولا تفسيق. أوضح أيضا شيخ الإسلام بطلان جعل العقائد هي الأصول والعبادات والمعاملات هي الفروع. يقول شيخ الإسلام ودي الحقيقة قاعدة مهمة جدا، الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل الأصول والدقيقة مسائل فروع. الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين اللي هي العلمية والعملية، الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول والدقيق مسائل فروع. فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة. ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، من جحد مثلا وجوب الصلاة يصير كافرا، كما أن من جحد هذه كفر، من جحد أن الله بكل شيء عليم أيضا يكفر. وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية، بل هذا هو الغالب، فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالقضايا القولية، فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار المجمل. الإقرار المجمل يعني إيه؟ أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، ده إيمان مجمل. أما الأعمال الواجبة فلا بد من معرفتها على التفصيل، لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة، ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء، وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة. علل شيخ الإسلام عدم تأثيم المجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية بقوله ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا، وهذا قول الفقهاء والأئمة وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين. فمش معنى أن واحد يجتهد أنه لازم حيصيب الإيه؟ الحق، لكن الحق واحد قد يصل إليه فيثاب
جرينيتا يعني لو أجران وقد يجتهد فلا يصل إلى الحق فيثاب بأجر إيه واحد وإثمه مغفور. يفرق شيخ الإسلام بين خطأين، خطأ مؤاخذ عليه وخطأ مغفور له، فيقول من كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله، فهذا مغفور له خطأه، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، إلى قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قد فعلت، كذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك، لأن الحديث فيه أن ملكا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فالدعاء الذي في خواتيم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يدل على أنه من قرأ هذا الدعاء فإنه يعطى هذا الذي سأل الله إياه، فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم إذا نسوا أو أخطأوا. فإذا كان خطأ المجتهد من علماء المسلمين مغفورا له فإنه لا يجوز تكفير أحد منهم بمجرد الخطأ، بل ولا يفسق ولا يؤثم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن علماء المسلمين المتكلمين باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه، فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، كون الناس الجهل العادية لا هو على علم ولا عنده أي بصيرة فيمسك سيف التكفير ويكفر كل من لم يعجبه، فهذا لا شك يحدث فتنا عظيما. فيقول شيخ الإسلام إن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات. وصل الأمر في بعض الأزمان أن بعض العلماء كان يمشي ومعاه شهادة من العلماء الآخرين بأنه مسلم وأنه مش كافر من كثرة انتشار موضوع تكفير العلماء حتى العلماء. ده كلام شيخ الإسلام في قضية الكفر والإيمان أو ما يسمى بالأصوب يعني مسائل الأسماء والأحكام، كفر الإيمان بتسمى مسائل الأسماء والأحكام. ما في أروع من كلام شيخ الإسلام فيها وضوابط شيخ الإسلام فيها شيء يعني يفوق الوصف، أكيد إن شاء الله سنمر عليها فيما بعد. لكن من جهل بعض الناس أنهم ينسبون لشيخ الإسلام أنه هو الذي يغذي اتجاهات التكفير إلى آخره، فطبعا هذا جهل فاضح من هؤلاء الذين يتطاولون على مقام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وصل الجهل بحفظ الأسد في حياته أنه كان في وقت من الأوقات كان يشيع ذكر شيخ الإسلام تمية كتير جدا وأنه قال النصيرية أكفى من اليهود والنصارى إلى آخره، فأصدر أمرا بالقبض على ابن تيمية، يعني بلغ جهله انه ما كان يعرف ان تيمية ده مش حي، الانسان مات من كام قرن، فكان في امر بالقبض على ابن تيمية اللي عملهم الدوشة دي. يقولوا ان علماء المسلمين المتكلمين في الدين باجتهادهم لا يجوز تكفير احدهم بمجرد خطأ اخطأه في كلامه، فان تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من اعظم المنكرات، وانما اصل هذا من الخوارج والروافض. أصل هذه البدع بدعة التهجم على تكفير العلماء دي جاية من الإيه؟ من الأسد التكفير اللي هم الخوارج اللي كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستحلوا دمه، والرافضة أيضا شغلتهم برضه. يقول وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق بل ولا يؤثم
فإن الله سبحانه وتعالى قال في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال قد فعل. بل يرى الشيخ أن دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية، على أنه ينبغي أن يعلم أن رفع الإثم عن العالم المجتهد إذا أخطأ لا يعني الإغضاء عن البدعة التي أخطأ فيها، فقد بيّن شيخ الإسلام أن إثمها يزول للاجتهاد أو غيره. يعني الإثم بتاع البدعة التي اكتمها العالم الفاضل، الإثم يزول إما للاجتهاد أو غير الاجتهاد. ممكن يكون إيه؟ أعمال صالحة، مكفرات، مصائب يبتلى بها فتزيل عنه هذا الإثم، وهكذا أشياء كثير، أو محض رحمة الله. فالإثم يزول عنه إما بسبب الاجتهاد لأنه اجتهد ولم يتعمد المخالفة، أو لغير ذلك من الأسباب التي ترفع عنه الإثم. إلا أنه مع ذلك يجب بيان حالها، ويجب عدم الاقتداء لمن استحلها، وألا يقصر أحد في طلب المبين لحقيقتها. ذلك أن الإثم مزال عن المجتهد لا عن وجه المخالفة من المبتدع. يقرر شيخ الإسلام أن مسلك أهل السنة عدم تكفير المجتهد المخطئ في المسائل العملية أو المسائل الاعتقادية. يقول: إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بالإحسان، ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يتبعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقد يسلكون في التكفير ذلك. فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع، وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية. وهذا القول أيضا لا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وليس فيهم من كفر كل مبتدع، بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك. ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. يعني ممكن يكون يقول قولا هو كفر في حد ذاته، لكن لا يكون قائله كافرا بسبب إيه؟ إما جهل أو تأول. لذا كان من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، كما يقول شيخ الإسلام. يقول أيضا هذا الكلام الرائع، يقول شيخ الإسلام: من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. ومن ممازح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، يخطئ فيما انحرف فيه لكن لا يكفره بمجرد ذلك. وقد أوضح ذلك في الأصل التالي الذي نقف عنده، وهو أن عذر المبتدع لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة ولا إباحة اتباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره مع مراعاة الأدب في ذلك. نكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.